يا قد نصيحة لبعض الأخوان طلاب العلم وتعرف الكويت لا يخفى عن حضرة الشيخ الوضع الحالي اللي موجود في قضية الفتن الموجودة اللي تدفع على شباب الصحوة ومن ضمنها الفتنة الأخوان في المملكة العربية السعودية شخص طفار وسلمان وما إلى ذلك ومن يؤيد ما هم عليه في بعض القضايا التي يزندنون حولها. هذا الأمر وصل إلينا يعني إلى منظمة الكويت ثم أصبح هنالك يعني كل حب بما لديه في الحرام وكل إنسان يدعي وصلا بليلة وكل منهم يقول أنا على الصراط المستقيم وأنا صاحب اللواء السلفية ودافع عنه. ثم أصبحت الآن في النفوس بين الإخوان ممن هم من المجلس السلفي إن شاء الله تبارك وتعالى بسبب هذه القضايا ولا يعني لنا شيء إلا هذه المسألة. تركنا طلب العلم أي والله وتركنا قضية حول كتاب الله تبارك وتعالى وتركنا أمور كثيرة فقمنا ندندنها حول هذه المسألة وأخذنا حتى يعني بعض كثير من إخوان الشباب ليس لهم هم إلا هذه المسألة يتكلمون بعرض ذلك الرجل وذلك الإنسان وهذا جعله مطية إيش مطية الدعوة السلفية والدفاع للسنة يتكلمون بعرض فلان وفلان 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 ثم وصل الأمر للتجريح بأشخاص هؤلاء وليس ما عندهم من أخطاء من خطأ. نعم فالشباب الآن شبابنا في مقتبل العمر عندما يأتي وأضرب لك مثل واحد يعني الذي نعرفه الأخوان المسلمين عندما يلتزم الشاب في دين الله تبارك وتعالى ينتهج هذا النهج يحذرونه من ماذا؟ يحذرونه من السلفيين الآن أول ما يأتي هذا الشاب لكي يتدين أول ما يحذرونه من شريط فلان وشريط فلان وشريط فلان وهذا همهم الهام الآن والآن هذا ديدن كثير من الشباب حتى أصبح يميزون ويعرفون هذا مبتدع وهذا ضال وهذا في كذا وهذا في كذا وهذا يمدح أهل البدع وهذا يتكلم بكذا وإن قلنا للرجل هذا به يعني سولت مرة أنا يعني ثاني قال ما تقول في صدقه قلت يا أخي أنا أحبه في الله هذا مسلم وأبغض ما عنده من أخطاء أحبه أنا مسلم دون المحبة العامة وأبغض ما عنده من أخطاء ثم أخذوا هذا يمدح أهل البدع ويقول فيهم كذا وكذا ويجب أن يحذر من هؤلاء وهذا الدين الموجود. شيخ نصيحة لهؤلاء الشباب بارك الله فيك. والله يا أخي أنا رأيي عدم التحرز للأشخاص الذين يمدحون أو يقدحون اليوم وحقيقة تأتيني في كثير من الليالي أسئلة من الكويت ومن الإمارات وغيرها شو رأيك بفلان مما هو يبدو أنه يميل إليه أو عليه فأنا أصده عن مثل هذا السؤال وأقول له اسأل يا أخي عما ينفعك مما يتعلق بإصلاح عقيدتك وعبادتك وتحسين خلقك لا تسأل عن زيد وبكر وعمر لأنه في هذا السؤال زيادة تشعيل النار نارا فهو قد يكون السائل مع هؤلاء على أولئك أو مع أولئك على هؤلاء فإن مدحت في هذا طعنت في ذاك أو مدحت ذاك طعنت في هذا هذا يزيد النار كما قلنا غراما واشتعالا لهذا نحن ننصح بكلمة مجملة تذكرني ب كلمة أبو الصديق في مناسبة وفاة الرسول عليه السلام وهو الشخص الوحيد الذي يجمع المسلمون كلهم على حبه وإلا من عدل عن هذا الحب كفر بخلاف
اختلافهم في حب كثير من الصحابة والطعن في بعضهم، فهذا في الغالب يكون فسقا ولا يكون كفرا. أريد أن أقول ما أن الرسول عليه السلام هو سيد البشر وحبيب كل مسلم، بادرهم أبو بكر الصديق حينما وقف عمر متحمسا ضد من نقل الخبر لأن الرسول مات. تعرفون القصة، الشاهد أن أبا بكر قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي باقي لا يموت. فأنا لا أرى لكل طائفة من هذه الطوائف أن يتحزموا لفلان على فلان أو العكس تماما، وإنما أقول بقول رب العالمين: وكونوا مع الصادقين. وأولئك الشباب الذين أشرت إليهم هم أحق الناس بهذه الكلمة. على هؤلاء الذين يتحمسون لزيد على بكر أو لبكر على زيد أن يهتموا بأن يصححوا عقيدتهم وعبادتهم وسلوكهم، ولا يتعصبوا لشخص من هؤلاء الأشخاص أو عليهم، لأن مثل هذا التعصب أولا هو أشبه ما يكون بعبادة الأشخاص التي هذه العبادة التي حذر منها أبو بكر الصديق في كلمته السابقة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. التحمس لهؤلاء الأشخاص تحمس لغير العصمة. والأمر كما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأي إنسان يتعصب لشخص، لعالم، لداعية، فسوف يجد فيه أخطاء، أو يتعصب على آخر فسوف يجد فيه صوابا وسوف يجد فيه خيرا. ولذلك نحن قبل كل شيء ننصح هؤلاء الذين اختلفوا وكانوا سبب تفرق الشباب من حولهم إلى طائفتين أو أكثر، ننصح هؤلاء المختلفين بعضهم مع بعض في بعض المسائل. وأنا أحمد الله أن هذا الاختلاف ليس في اعتقادي اختلاف عقيدة، وإنما هو اختلاف في بعض المسائل التي يمكن أن نسميها في اصطلاح المتأخرين مسائل فرعية ليست أصولية أو جوهرية. فإذا اختلف العلماء فما ينبغي أن يتفرق من حولهم بتفرق علمائهم، لأن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فننصح هؤلاء العلماء أو الدعاة المختلفين أن لا يتحامل بعضهم على بعض، وأن يتعاملوا على أساس قوله عليه السلام: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. فإذا ما أخطأ زيد من الناس فعلينا أن نبين له خطأه بالتي أحسن وليس بالتي هي أسوأ، وكل من المتخالفين يسلك هذا السبيل، لأننا ندعي جميعا أننا سلفيون، أي أننا نتبع السلف الصالح في
ما كانوا عليه من هدي ومنهج وسلوك، ونحن نعلم أنهم قد اختلفوا في كثير من المسائل، لكن ما كان هذا الاختلاف سببا لأن يتفرقوا ولأن يعادي بعضهم بعضا. هناك بعض الأقوال التي صحت عن بعض السلف الصالح لو تبناها شخص اليوم خطأ، لأنه لا وجه له من الصواب، لقامت القيامة ضده، لكن لم تقم القيامة ضد ذلك الصحابي الذي شذ في رأي ما في حكم ما عن الحكم الذي يتبناه الآخرون. فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ينهى أن يحج الحاج متمتعا، وسلك سبيله في هذا النهي من بعده عثمان بن عفان رضي الله عنهما جميعا. ولما حج عثمان في عهد خلافته أيضا نهى الحجاج معه أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، ووقف في وجهه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو فرد من أفراد الأمة وهو الخليفة من بعده. قال له: ما لك تنهى عن شيء فعلناه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لبيك اللهم بعمرة وحج. ذاك ينهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا يعلنها في وجهه أن هكذا السنة. مع ذلك ما تفرق الشعب من بينهم، وإنما ظلوا يحترمون رأي كل واحد، وقد يميلون لرأي الخليفة لأنه خليفة المسلمين إلى آخره. لماذا؟ لأن الخلاف إذا نشب بين العلماء فينبغي أن يبقى محصورا بينهم، ولا ينتقل عدوى هذا الخلاف إلى الشعب، لأن الشعب ليس عنده من الرصانة ومن الحصافة والفكر بحيث أنه يمنعه من أن يشتق في الخلاف. كذلك مثلا كان عثمان بن عفان يرى بأن الرجل إذا جامع زوجته ولم يمني فيكفيه الوضوء. أن عمر الخطاب كان ينهى الرجل المسافر الذي لا يجد الماء أن يتيمم، وإنما يظل هكذا بدون صلاة حتى يجد الماء، مع أن الآية أولا في ظاهرها صريحة الدلالة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وبلغ عمر بن الخطاب أن أبا موسى الأشعري كان يفتي في زمن عمر بظاهر الآية أن المسافر إذا لم يجد الماء تيمم، فأرسل خلفه قال: بلغني أنك تقول كذا وكذا. قال له: نعم يا أمير المؤمنين، ألا تذكر أننا كنا في سفر وأننا أجنبنا فتمرغت أنت وأنا بالتراب، ولما جئنا إلى الرسول عليه السلام وأخبرناه الخبر قال: إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك الأرض ضربة واحدة وتمسح بها وجهك وكفيك. طيب، المقصود: ألا تذكر أن الرسول عليه السلام قال: إنما كان يكفيك أن تضرب ضربة واحدة وتمسح بهما وجهك وكفيك؟ قال: لا أذكر. قال: هل أنتني عن الفتوى؟
قال لا، إنما نوليك ما توليت، يعني كما يقولون اليوم على مسؤوليتك على ذنبك. أنا ما أذكر القصة هذه، إنسان مو بس أنت تنسى، هي أمير المؤمنين نسي. دليل الأصل، الأصل الماء، الأصل هو الماء. المهم كل هذا الخلاف وأكثر بكثير جدا ما كان سببا في تفريق الأمة المسلمة، لأن العلم يأخذ مجراه والأمة تبقى وراء علمائها. من اقتنع بهذا الرأي فهو على هدى، ومن اقتنع بذاك الرأي وهو على هدى. لأننا نقول نحن كلمة بهذه المناسبة ينبغي أن تسجل وأن تنشر أيضا، كما أن المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، كذلك الذي يتبع المجتهد حكمه حكم المجتهد، أي الذي يتبع رأيا صوابا أصاب الإمام المجتهد فله أجران، فهذا الذي اتبعه على هذا الصواب فهو مأجور أيضا أجرين، طبعا الأجر متفاوت لكن أجرين. أما الذي اتبع إماما آخر وكان مخطئا فهو مأجور أجر واحد، كذلك الذي اتبعه فهو مأجور أجر واحدا. فإذا وقع الخلاف بين العلماء فما ينبغي أن يكون هذا الخلاف سبب فرقة بينهم أولا، وما ينبغي أن يكون سبب فرقة بين الشعب ثانيا، لأنهم جميعا مأجورون سواء من كان مصيبا أو من كان مخطئا. هكذا كان سلفنا الصالح، ونحن نزعم أننا نمشي على منهجهم وعلى طريقتهم، لكن أقول مع الأسف الشديد كثير منا يدعي هذه الدعوة ويطبقها إلى حد كبير، ولكنه ينحرف في بعض التطبيق انحرافا خطيرا جدا، وهذه آثارها الآن تظهر. وفي شعب كنا نظن أنه سيكون القدوة للشعوب الأخرى في تلميم وتجميع هذه الشعوب على اتباع السلف الصالح، اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. مع الأسف وقع شيء من التفرق، لذلك نحن كما ننصح المختلفين أنفسهم من الدعاة أو من العلماء أو طلاب العلم أن لا يتعادوا، وإنما أن يتحابوا وأن يعذروا بعضهم بعضا مع التزام التذكير والنصيحة بالتي أحسن. كذلك ننصح الأمة بكل طبقاتها ممن ليسوا من العلماء ولا من طلاب العلم وإنما هم من عامة المسلمين، عليهم أيضا أن لا يتأثروا بمثل هذه الخلافات التي يرونها تقع بين بعض الدعاة. لأننا نقرأ في القرآن الكريم أن التفرق في الدين ليس من طبيعة المسلمين وإنما هي من صفة المشركين، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم فرحون. في سبيل المحافظة على وحدة الصف وجمع الكلمة قال عليه السلام كما في صحيح البخاري في حق الأئمة الذين يصلون بالناس: يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إذن أنت أيها العامي الذي لا يدخل في قسم العلماء الذين ذكروا في قوله تعالى: فاسألوا على الذكر
دون العلماء، وإنما يدخل في الطرف الثاني من الآية إن كنتم لا تعلمون. فأنتم معشر المسلمين الذين لا تعلمون أي لستم من أهل الذكر، الواجب عليكم أن تسألوا أهل الذكر، وليس الواجب عليكم أن تتعصبوا لفرد من أفراد هؤلاء العلماء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كما وصفه الله عز وجل بحق: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ينبغي أن نتذكر بهذه المناسبة أن أي داعية أو أي عالم لا يمكن أن الداعي له العصمة، ولا يمكن أن الداعي له أنه بريء من أن يتبع هواه ولو في مسألة واحدة. ولذلك لا تربط أيها المسلم مصيرك بفرد من أفراد العلماء أو بداعية من الدعاة لأمرين اثنين، أحدهما مقطوع به بكل من دون الرسول عليه السلام وهو الخطأ، والأمر الآخر محتمل أن يكون قد عرف الصواب لكنه اتبع هواه فأفتى بغير ما يعلم من الحق والعلم. لذلك ما يجوز للعامة من المسلمين أن يتعصبوا لداعية على داعية، وإنما الأمر كما قال تعالى في القرآن الكريم وبه وبهذا القول الكريم أنهي جواب عن هذه المسألة، ألا وهو قوله تعالى: وكونوا مع الصادقين. كما نحن نقول بالنسبة لأئمة الأربعة لا نتعصب لواحد منهم، وإنما نأخذ الحق من كل فرد منهم والحق مشاع بينهم، كذلك ينبغي على كل من ينتمي إلى اتباع السلف الصالح أن لا يكون زيديا ولا أن يكون عمريا، وإنما يأخذ الحق من حيث ما عرفه من أي شخص جاءه. هكذا ينبغي على عامة المسلمين أن يكونوا، ونسأل الله لنا ولعامة المسلمين الهداية، والحمد لله رب العالمين. شيخ حفظك الله تفضل. شيخ الله تبارك وتعالى من اخواني في هذا المنهج، تقول لك بعض الامثله اللي ذكرتها صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر رضي الله عنه وعثمان، هذه مسائل فقهيه وليس مسائل منهجيه، واما الذي يخطا المنهج ويخطا اما انه يمدح اهل البدع او انه يحرض او يهيج الناس الحكام او غيره فهذا يجب ان يحذر منه، فهذا فرق وهذا فرق، مثلا بينها فرق، فرد عليه يا شيخ كيف يا شيخ مثلا، وجعلها ديننا وتكلم دائما بهذا. واضرب لك مثل حي بارك الله فيك. نعم. اخذت فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في قضيه السؤال عن اشرقه سلمان والسفر وما الى ذلك، وانها يستفاد منها إذا كانت فيها مواد علمية، وأما الخطأ فكل يأخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. فتكلم أحد الأخوة وقرأ هذه الفتوى، عرضت عليه بدرس ابن دروس، فقرأ الفتوى، وبعدما قرأ الفتوى قال نعم، وزاد على تلك الفتوى بكلام معين وقال نأخذ هذه الأخطاء وتوضع في شريط إذا كان هذا الأمر، يعني ونحذر من الأخطاء الموجودة، ولكن لا نحذر من الرجال والطعن في الأشخاص، وإنما نحذر من الكلمات اللي موجودة الخطأ، ونأخذ ما فيها من خير إذا كان فيها خير. نعم. بعد هذا كثير من الشباب قال كيف يقرأ هذه الفتوى أمام جمع من الناس، هذا دليل على مدح هؤلاء واستماع إلى أشرتهم وما إلى ذلك، ثم أخذوا يحذرون من ذلك الشخص، وصل المرحلة إلى هذه الدرجة، بل الطعن في دين الله. هذا لا هو قال والله ما قرأت هذه الفتوى إلا لشخص دارس العالم الجليل، أن عندما أقرأ هذه الفتوى لكي أهدي هؤلاء الناس
عن هذه المسألة أتكلم بها عالم علماء الأمة الذي يشار لهم بالبنات. فإذا المسألة أتت من الشيخ ناصر ولا الشيخ العزم باز ولا بنعتمد هذا أئمة هذه الدنيا فيقول لكي يحدأ الوضع، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله أخذ يروجون هي وجودها في الأمر وأصبحت مشكلة لا نهاية لها. على كل حال يا أستاذ الآن القضية مش قضية علمية، قضية أخلاقية. نعم. قضية أخلاقية، وقد أشرت آنفا إلى أنه قد يتدخل الهوى في الموضوع، وحسم هذا الموضوع من الناحية العلمية هو كما قلت في آخر الكلام، كما أننا لا نتعصب لإمام من الأئمة الأربعة وهم يعني مجمع على علمهم وغضبهم و خوفهم من ربهم وأنهم ما كانوا يقولون شيئا إلا وهم مطمئنون لصوابه وإن كانوا معرضين خطأ كما ذكرنا. فنحن ننصح هؤلاء ألا يتعصبوا لأشخاص هم ليسوا في العير ولا في النفير بالنسبة للعير المتقدمين، وإنما يأخذون الصواب من أي شخص صدر منه هذا الصواب. معالجة الأهواء هذه من أصعب الأمور، لذلك نأمرهم بتقوى الله عز وجل وعدم التباغض والتنافر الذي نهينا عنه في كتاب الله.